حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجازا جديدا تمثل في رفع الطاقة الإنتاجية لخط الصهرة السادس مؤخرا من 540 ألف طن متري سنويا إلى 560 ألف طن متري. نعم، وقال سعادة الشيخ دايج بن سلمان بن دايج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا إن رفع الطاقة الإنتاجية لخط الصهر السادس مكن الشركة من تحقيق النمو الذي يخدم مصلحتها، مضيفا أن هذا الإنجاز الجديد يعتبر مهما بالنسبة لحاضر ومستقبل ألبا في ظل السعي المستمر لتحسين إنتاجية وكفاءة العمليات، كما أنه سيحافظ على مكانة الشركة كأكبر مصدر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، مشيدا في هذا الصدد بجهود فريق العمل في تحسين وتطوير العمليات وزيادة الإنتاج في خط الصهر السادس بشكل آمن خلال الأشهر الماضية في ظل الاستفادة القصوى من هيكلة التكلفة الثابتة.